خريجي الثانوية العامة علمي علوم علمي رياضة، لو كنت من تعاسين الحظ اللي هيدخلوا علوم فتعالي. انا خريجة علوم السنة دي قسم كيمياء حشرات، فهديت الخلاصة، وفي نفس الوقت انا جايبة ماسك جديد هنجربه سوا. هلوز، اولا قول الحمد لله انك ما دخلتش طب واسنان والحاجات دي، لان انت كنت هتتبهدل، واحمد ربنا برضو انك ما دخلتش هندسة عشان كنت هتتبهدل برضو. طيب انت بمجرد ما اتكتب لك في التنسيق ان انت جالك علوم، واول ما بتدخل الكليه اول حاجه بتشوفها حاجتين، اول حاجه ورقه رغبات تاني، هكتب رغبات تاني. تاني حاجه ورقه كده بيقول لك تعالى المؤتمر التمهيدي هيعرفك كل حاجه عن الكليه. نيجي لاول حاجه، ورقه الرغبات. اول حاجه لو انت علمي علوم هيجي لك بيولوجي، جيولوجيا، دي الاقسام العاديه، وفي اقسام خاصه زي البايوتكنولوجي. بس ده الماسك اللي انا هستخدمه بيعمل فقاعات، فانا بحب انا الحاجات التافهه دي. بالنسبه بقى لعلم الرياضه، في علم الرياضه بيدخلوا عادي، بيدخلوا حاجه اسمها علوم طبيعيه او القسم الخاص بترول وتعدين. ريحه خوخ. طب بالنسبه للمؤتمر التاهيلي انصحك ما تحضروش، لان هم عالم لا مؤاخذه يعني ما بيقولوش الحقيقه. عايزين بقى نشوف الماسك ده وهو بيعمل بولولو. انا المفروض الم شعري صح عشان استحمل بعض لحد ما يعمل بولولو. طيب انا دلوقتي دخلت سنه اولى، بيختاروا على اساس ايه، بيولوجي ولا جيولوجيا؟ بيختاروا على حسب مثلا درجه الاحياء بتاعتي ولا درجه الكيمياء ولا درجه المش عارف ايه؟ لا، مش بيختبروا على اساس كده، هم بيحسبوها بطريقه معينه كده، بتبقى عدد نقاط يعني عند نقطه معينه هتدخل بيولوجي، عند نقطه معينه تدخل جيولوجي. طيب انا خلصت سنه اولى، دخلت سنه ثانيه، ايه الاقسام اللي موجوده جوه؟ انا هفضل بيولوجي لحد سنه رابعه؟ لا، بيولوجي بيبقى فيه اقسام مزدوجه واقسام فرديه، كيمياء، نبات، حيوان، حشرات، مايكرو. خمسه، هات الكيمياء دي بقى حط عليهم الاربعه الباقيين، كيمياء حيوي، كيمياء مايكرو، كيمياء نبات، كيمياء حيوان، كيمياء حشرات. بيختاروا على اساس تقديرك في سنه اولى. ابتدى يعمل بولولو اهو، بس جه على شعري وعلى بقي. وبالنسبه لجيولوجيا، في جيولوجيا لوحدها، جيوكيمياء، جيوفيزياء، وجيولوجيا كيمياء، دي غير جيوكيمياء. بالنسبه لعلوم طبيعيه فعندهم اقسام كتير جدا، رياضه بحته، احصاء، فيزياء، كيمياء، عندهم كيمياء برضو. طيب مارينا الاقسام اللي هي بفلوس زي البترول والتعدين والميكروبيولوجي، دي ما فيهاش اقسام، ما فيهاش تقسيمات، انت في الاربع سنين انت زي ما انت، مفيش اي تنجان. انا المفروض بفضل كده ربع ساعه ماشي، ففاضل خمس دقايق على ربع ساعه ما تخلص. طيب ده كده بالنسبه للاقسام اللي جوه. ما علينا من كل الكلام ده، انا يا مارينا هشتغل ايه؟ انا متاح لي اشتغل ايه؟ هل هي فعلا كليه ملهاش لازمه؟ بجانب ان المدرسين ثانويه عامه كانوا بيقولوا لك هتطلع معيد وبتاع ودكتور في الجامعه وكده، احنا كلنا عارفين الكلام ده، وانت بتبقى داخل عامل حسابك ان انت هتبقى معيد، وان شاء الله تبقى معيد ربنا يكرمك. فرضا انت ما بقتش معيد، حياتك هتقف؟ لا، حياتك مش هتقف. بصي بس كميه الصابون اللي طلعت، نشيله بقى يا خيبتي. ده من ضمن الاثار الجانبيه اللي عملتها لي كليه علوم، ما تاخديش في بالك، هغسل وشي واجيلك. طيب نرجع لموضوعنا وهو موضوع الشغل. في شغل ان جنرال، ايا كان تقديرك ايه في الكليه، ايا كان القسم بتاعك، انت طالما انت خريج علوم هتشتغل الشغلانات دي من غير بقى دبلومات، من غير اي حاجه. اول حاجه واللي ما تعرفوش، في حاجه اسمها معامل مركزيه. المعامل دي ده بيكون مجمع كده او مبنى فيه كميه اجهزه مش طبيعيه، اجهزه لتحليه الميه، اجهزه الكشف عن الميه دي هل هي صالحه للشرب ولا لا، ان انا اعرف المعادن اللي فيها، الصوديوم قد ايه، بوتاسيوم قد ايه، الكلام ده كله. انا لو قعدت اذكر لك الحاجات اللي موجوده في المعامل المركزيه هحتاج فيديو تاني لوحده، تفاصيلها كتير جدا. تاني حاجه المعامل العاديه، انت لما تتعب الدكتور بيقولك روح تحلل دم، حلل بول، حلل لمؤاخذة براز، انت بتروح المعامل دي وانت تقدر تشتغل من غير دبلومة. على فكرة هنيجي احنا لموضوع الدبلومات ده دلوقتي، تقدر تشتغل في شركات الادوية وشركات الكوزماتيكس، تشتغل جوه الشركة او تشتغل ميديكال ريب، وده المعتاد والمعروف دلوقتي. لو لا قدر الله عايز تتطور من نفسك وتعمل دبلومات، ايه هي الدبلومات المتاحه؟ عندك دبلومه الغذاء والاغذيه او الغذاء والتغذيه، حاجه كده يعني. انت دلوقتي في شركه اندومي مثلا لسه فاتحه جديد، وعايزه تعرف الاندومي ده فيه قد ايه كربوهيدرات، فيه قد ايه صوديوم، فيه قد ايه بوتاسيوم، اللي هي المينرالز اللي بتبقى موجوده في ظهر العلبه دي. فبيجيبوا مين؟ يا اما بيجيبوا بتوع المعامل المركزيه، يا اما بيجيبوا حضرتك اللي معاك دبلومه الغذاء والتغذيه.
او بتكون من ضمن المشرفين على الحاجات دي، بتروح تعمل اشراف دوري على المصانع دي وتشوف هل الاكل لسه محافظين على جودته، لسه مش بيحطوا فيه حاجات ضاره للبني ادمين. عارفه انت الحاجات دي بتبقى مشكله، زي موضوع الشطه اللي حصل قريب ده، جابوهم من قفاهم بطلوا تستخدموا شطه. في برضه دبلومه التحاليل دي هتديك خبره زياده في المجال ده، وتقدر بسهوله جدا تفتح معمل خاص بيك، وهيبقى سهل ان انت تاخد تصريح بالموضوع ده. في كمان بتاعه البترول والتعدين، طبعا فلوس كتير، سياسه الصبيان اكتر للاسف، يعني ريتها للبنات بصراحه. وفي دبلومه الطب الشرعي، طب شرعي والتعاون جنايات وبتاع، انت بيبقى ليك دور ممتاز، خاصة لو انت قسم حيوان وقسم حشرات، ليك دور مهم جدا علشان تعرف الجثة بقالها قد ايه متوفية، ليك دور فتعرف الحادثة دي حصلت امتى، وخصوصا لو الموضوع ده عدى عليه اكتر من 3 ايام بيجيبوك من قفاك. تعالى لي احنا عايزينك ضروري، خصوصا بتوع الانتمولوجيست لو ما بتوع الحشرات، يعني في كل قسم الشغل بتاعه. مثلا انا قسم حشرات، ايه المتاح ليا في الاستيراد والتصدير عشان تكشف على المحاصيل والحبوب هل هي سليمه ما فيهاش حاجه. اي دوله محترمه بتكشف على الاكل قبل ما بيجي من بره، تشوف لو في حشره او بتاع، لان هي ممكن تغزو المكان، تضر بهذا النبات اللي احنا استردناه، تضر بصحه المجتمع والناس والبشر. حاجه زي دي مهمه. مكافحه الافات ذات نفسها، ما نجيبش اي حد كده من الشارع يكافح، ومش على المرة على بطال نرش اي مبيد في النبات وصباح الفل ان نعدي باقي البني ادمين عادي. احنا كده بنبيد بني ادمين مش بنبيد حشرات، ليها دراسة معينة، ده احنا واخدين منها 5 مواد. يا مؤمن يا مؤمن، اعرف قيمة طالب خريج قسم حشرات لو انا. الخ الخ كذا حاجة برضو، احتاج فيديو تاني عشان اخلصها. كذلك الحيوان برضو بيبقى ليهم دور في نفس الحاجات دي تقريبا. بتوع النبات نفس الكلام، بيتشفوا على النبات هل هو تمام، هل هو صالح، بيشوفوا برضو هل حصل فيه مبيدات اثرت على النبات ده، فبياخدوا بقى عينات وبيعملوا الشغل بتاعهم ده. شركات الالبان بتحتاجهم، مزارع بتحتاجهم وبتحتاجنا، يعني بتحتاج الاثنين، بتوع النبات وبتوع حشرات. بتوع النبات برضو هيشوفوا لك هل الارض دي صالحة للزراعة، هتطلع لك نبات كويس ولا مش هتطلع حاجة خالص، هيبقى تعبت على الفاضي. مثلا الميكروبيولوجي، علم الفيروسات والبكتيريا والحبشتكنات دي كلها، ليهم دور مهم في النوم، يدرسوا الفيروس ويطلعوا له فاكسين. احنا مجربين الموضوع ده، جابوا بتوع علوم من قفاهم، تعالوا ادرسوا لي الكائن اللي عامل ازعاج ومتفشي في العالم كله ده، اعملوا لي تطعيم يجيبوا لي من قفاه. هما بتوع علوم اللي بيعملوا الحاجات دي. ايه تاني يا بنتي يا مرمر؟ واهم ميزه بقى، ان انت هتسافر اي مكان في العالم مش هتعمل دبلومه زي بتوع طب واسنان وصيدله عمالين يتفشخروا علينا دول. ده غير ان في اقسام ليها علاقة بالفضاء، بس معرفش هي فين بالظبط، لكنها مش في طنطا، اعرفه انها مش في طنطا، هي من رائد فضاء نيو. فالشغل كتير، انت بس دور حلو، ما تفضلش عارف في البيت زي كده تعمل سكين كير. طيب انا دلوقتي مش فارق معايا الشغل، انا فارق معايا دلوقتي الكلية نفسها. انا دلوقتي هقعد 4 سنين في كلية، هل هي صعبة فعلا زي ما بيقولوا؟ هل الدكاترة فعلا وحشين؟ هل المواد تقيلة علينا؟ هل هي فعلا بتاخدوا 15 مادة في الترم؟ انا طالع منها سايكو، فاحذر مني. بص، هي كلية علوم صعبة ومش صعبة، حلوة ومش حلوة. ليه؟ هقولك، انت بتدخل كلية علوم بيبقى عندك ميدترم وشيتات عايز تخلص والغياب، ولازم تحضر محاضرات، وفي دكتور معين لو ما حضرتلوش هتسقط، تخش على الشفوي، تخلص الشفوي تخش على العملي، تخلص العملي تخش على الفاينل. كل ده بيبقى في قد ايه؟ في 2 3 شهور. بكام مادة؟ من 9 مواد وانت طالع. ايه ده، هو في طالع؟ اه يا حبيبي، انت اقل حاجه عندك هتاخدها 9 مواد، واكتر حاجه هتاخدها هي 15 ماده، فانت ما عندكش وقت تتعلم، انت يا دوبك تلحق تبصمج. لا ما تصحش، اوعى، مفيش وقت. يا مريم، انت جاي تدينا طاقه سلبيه ولا ايه؟ هو غصب عني هقول لك الحقيقه، انت ممكن عادي تكون الماده سهله بس الدكتور مش كويس فيصعبها عليك، او تجيب فيها مقبول رغم ان الماده سهله جدا. ممكن تكون ماده صعبه جدا بس الدكتور حنين وزي الفل وبسيط معاك، فتلاقيك جبت فيها امتياز بالرغم ان الماده صعبه. وهي دي كليه علوم. حاسه ان وشي افتح كده ونضف، في حاجه
حلوة كده. الخلاصة انت هتتعب جامد جامد في الكلية دي، لازم هتشد حيلك في اولى علشان تدخل قسم كويس، ولازم هتشد حيلك في تانية لان المواد نوعا ما صعبة، الدكاترة فيها كويسين فهتنجح. تالتة مواد صعبة ودكاترة رخمين، ففي الغالب هتشيل مواد، فحاول تعمل اللي عليك على قد ما تقدر. رابعة الدنيا سهلة شوية بس المواد كتير جدا جدا، فلازم هتشد حيلك علشان تتخرج بتقدير ممتاز او جيد جدا لان دي اخر سنة، بس حاول على قد ما تقدر. ما تخليش الكلية دي تأثر عليك وعلى نفسيتك، ما تخليش الكلية دي تمنعك ان انت، انا حطيت كتير كده ليه، ما تخليش الكلية دي تمنعك من ان انت تكون ذكريات حلوة في الاربع سنين دول. كلية صعبة، صعبة جدا، وقمة العذاب اللي في الدنيا وقمة الناس السايكو هتقابلها جوه، ولكن حاول على قد ما تقدر تعمل فيها ذكريات حلوة، اعمل اللي عليك واجتهد وكل حاجة، ولكن ما تخليش ده يأثر على حياتك الشخصية مع اصحابك. لا انزل على الاقل مرة في الاسبوع كده رفع عن نفسك مع صحابك، عشان صدقني هتندم. بدل ما هتقول عليها كانت احلى ايام حياتك هتكره سلسفينها زي ما انا كرهتها كده. ما تضيعش اربع سنين دول عليك لان هم المفروض يكونوا اجمل ايام حياتك. يوم ما تخلص وتبقى خريج زي كده تقول ياه، ولا يوم من ايام الكلية. باي.